لكن الآن نتحول إلى بغداد وينضم لنا من هناك مراسل عربي تحسين طه. أهلا بك تحسين. إذن أصوات انفجارات دوت في العاصمة العراقية، الحديث عن قصف استهدف مركبة في بغداد، هل هناك أي معلومات حول هذه المركبة ولمن تتبع؟ أهلا بك يحيى. قبل قليل سمع عدوي انفجارات في العاصمة بغداد، وتبين قبل قليل أن هذه الاستهدافات كانت لثلاثة انفجارات متتالية استهدفت سيارة شخصية دفع رباعي في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد، ويبدو أن هذه السيارة عائدة لإحدى تشكيلات الفصائل المسلحة العراقية. المعلومات الأولية تشير إلى مقتل ثلاثة أشخاص كانوا في هذه السيارة، وهنالك طوق أمني قد أفرض على الموقع، وأيضا هنالك سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان وبادرت لمكافحة نيران التي نتجت عن هذا الانفجار للسيارة التي استهدفت بشكل مباشر بطائرة مسيرة على ما يبدو، بعد سماع ثلاثة انفجارات وفي تقريبا نفس الوقت في منطقة المشتل. حتى الآن من الأجهزة الأمنية أو الجهات الرسمية، لكن شهود العيان أكدوا أن السيارة في منطقة المشتل، وهذا أيضا ما رصدناه من بعض المقاطع التي تم تداولها على مواقع التواصل قبل قليل. والمعلومات الأولية كما أشرت تشير إلى أن هذه السيارة عائدة لشخصيات مرتبطة بفصائل المقاومة العراقية، خاصة أن هذه المناطق تكثر فيها يعني تواجد عناصر من الفصائل العراقية. وحتى يعني نتصل إلى مزيد من المعلومات سنحاول أن نوفيكم بها. هناك معلومات بأن الطائرات أخرى قد تكون موجودة الآن في سماء العاصمة، مما يثير مخاوف من تعرض مواقع أخرى لاستهداف من الطائرات المسيرة. نعم، يعني تحسين نتابع هذه الصور التي تصلنا الآن من بغداد. هذه النيران تشتعل في مركبة في بغداد، هذه الصور كانت وردت قبل قليل من العاصمة العراقية. هذه هي المركبة، مركبة دفع رباعي كما ذكرت تحسين، التي تعرضت للقصف على ما يبدو كما ذكر مراسلنا بطائرة مسيرة استهدفت هذه المركبة التي تتبع لأحد الفصائل العراقية. على ما يبدو هناك حديث عن عدد من القتلى كانوا داخل هذه السيارة المستهدفة في منطقة المشتل شرقية العاصمة العراقية بغداد. إذن هذا هو المشهد في العاصمة العراقية في هذه الأثناء، استهداف لإحدى السيارات ب طائرة مسيرة. على ما يبدو انفجارات سمعت، انفجارات ضخمة في الواقع دوت في العاصمة العراقية بغداد قبل قليل. سيارة دفع رباعي تحترق في هذه اللحظات، نتابعها في هذه الصور التي وردت من العاصمة العراقية بغداد. بالتزامن كان هناك قصف كذلك أمريكي بريطاني على منطقة الحديدة في اليمن، لا نعرف إن كان هذا الأمر مرتبط بذات هذه العملية، خاصة في ظل التهديدات الأمريكية المتواصلة لتنظيمات وفصائل تقول إنها تتبع لإيران وتنفذ عمليات ضد أهداف أمريكية في المنطقة، سواء في العراق أو في سوريا أو حتى في البحر الأحمر ضد السفن التي تعبر في باب المندب وفي البحر